يعني يبقى تطور على الناحية الإنشائية من خلال دكتور أشرف صبحي واللي بيعمله الحقيقة في دولة طبعا الدولة المصرية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي من خلال نقل مقر الاتحاد من 6 اكتوبر للعاصمة الإدارية الجديدة. وزي ما النقلة الثالثة دي يا استاذ عصام لا النقلة الثالثة لا وخلي بالك وشرحها شرح رائع. معنى ان هو النقلة دي قال لهم كده دكتور يعني ممثلا للدولة المصرية دكتور اشرف صبحي قال كده، قال يا جماعه المكان اللي انتوا عايزينه، المساحه اللي انتوا عايزينها، الديزاين اللي انتوا عايزينه. وجاد الشرح وجاءت موافقه رئاسيه وجاءت الموافقه كل الاجهزه كل يعني تمام. وبالتالي انت رايح في اتجاه فبرضه لازم ندي الناس حقها ملف الدوله ملف البث ده تحديدا. قال لي لا ما نشوفش كاس العالم للانديه.